ماشيين كلياتهم بيجوا بوسطوا باب الدور، غير الحكي، غير حتى الزبالة اللي بيخلوني اياها باب الدور، وبتحكي مع ابوك لكن مش شارع ابوك. يعني نجي نحكي معهم كل كم من هون زي ابوك، مش شارع ابوك هذا بالشارع. غير الازعاج، غير من منين بيجوا لي بنعرف منين، بيجوا بحطوا الزبالة وبس يروحوا يجي علي بعد ساعة بشوف كيف بكنس، أنا بصير على الزبالة. وفوق كل هذا بيجوا بيقعدوا اللي بمخط لك واللي بيحكي لك واللي بصير يحكي حكي، وتفضل في عندهم دور بس لا بيسوا بدور ولا بيسوا، وثلاثة مضايقين كل الناس. انت بنتي بس تطلع ما بتضل صبحت الامان، واحد حط تليفون في كل بيت يا عمي شو فيه بكل غير شارع. انا شو يعني اذا ربنا بده يجي عندي باب محلي باب داري روح لربنا كله وديني مش اسمه هون. شو بطالب في البلديه؟ بطالب في البلديه المسؤولين والعالم كلياته برضوه باب دورهم. كلك لا، اذا برضوه باب دورهم برضنا باب دورنا. كل السكان اللي في المنطقه بيعانوا من هال شو اسمه، لا سياره بتفوت ولا حدا بيعرف يفوت. بعدين فكان نتمنى تيجوا تصوروا بعد ما يخلصوا وتشوف اللي بيخلوا هرام، بيخلوا كل شيء مرمي محله بسحبه بحالهم روعه. يعني اشي بقى لا يطاق كثير، لا حد لا بيعرف يفوت على داره، لا بيجي اجا زبون اجا ضيف اجا بعرف تعذر طلع كيف الوضع. هاي شو اسمه المشكله اللي بنعاني منها. بعدين صارت يوميه تكرار، مش بس يوم السبت، صار يوم يوم في هاي المشكله يوميا، صارت كل يوم بيجوا يبسطوا نفس المشاكل. عندنا البسطات يعني بيعانوا كثير الجيران منها، وحتى الصبايا هون ما بيعرفوا يطلعوا من بيتهم وبدشروا وسخهم وحكي بصيغ بدهم يحكوا، ما بيعرف حدا يمرق من هون ولا بيعرف في حدا يطلع بتحكي معهم، بتصير مشاكل كثير هون. فبدنا نلاقي حل لهذا المشكله هون. يعني حرمه بيت فيش من مره هاي المنطقه هون، والكل بيعاني، الجيران بيعانوا من هذه المشاكل كلياتها. يعني فبنطلب من البلديه انهم يشوفوا لهم محل ساحه كبيره كلياته بمنطقه واحده. يعني احنا بنعاني بس من دخولنا من خروجنا، لانه بغلبونا في الطلعه والعبره. حاولنا بس بقول لك انا هذا الجماعه بترزقوا ما بنقدرش نمنعهم. يعني البلديه ايش بتقول؟ احنا اغلب البسطات اللي بيجوا ببسطوا هنا 80% بيجوا بسطوا يوم السبت. هان بقية الأيام العادية أكم واحد ببسط هون؟ بسطة أكم بسطة معدود، يعني الظهريات بيكونش بسط. هان إذا كنتوا بتساووا تلاقونا حل في البلد إنكم تساووا لنا محل البسطات هون على منطقة سكانية مش هالسكانية في هالمنطقة هنا، وما فيش أي دياك يعني مجال في البلد هون تساووا لنا ساحة ولا تساووا لنا محل تنقلوا البسطة، ولو في مجال سوق الخضرة دياك. مش احنا بمنطقة نابلس وساع ولا منطقة جنين منطقة مفتوحة، هون فيش مجال من مرة. احنا اولاد البلد هون فين هالبلد شو فيها؟ كلها حارات وفيش فيها واحة. يعني انتقلوا وين؟ انتقلوا على السوق هون فيش فيها مجال. وين في مجال تنقلوا البسطات في المنطقة هاي؟ بسطات السبت موجودة عندنا طوال ايام الاسبوع، موجودة امام البيوت من الفجر، واحيانا معظم الايام قبل الفجر بيجوا ببسطوا عندنا. ما بنقدرش نتحرك، نقدرش نخرج من بيوتنا. ما اكتفوا ببسطات الثبت، كمان سوق الخضره نقلوا عنا على نفس الحاره، كمان سيارات كفر جمال اصبحت الحاره لا تطاق. يعني اهل الحاره عايشين في ضيق كبير. انا بيتنا بجنب المسجد مباشره، البسطات امامنا، ما بنقدرش نخرج من بيتنا يوم السبت، ومعظم الايام برضو بنواجه نفس الصعوبه. انا بخرج على دوامي الصبح على الساعه 7، ما بعرف اتحرك، ما بعرف انتقل من مكان لمكان بصعوبه. ما بين السيارات بتنزل البضاعة وما بين السيارات الخضرة اللي بتنزل مواد الخضرة، ما بقدر أمشي، بدي أطلع ألف مسافة بعيدة عشان أقدر أوصل لمواصلاتي عشان أروح على مدرستي. طب هذا في يعني إعاقة وإساءة لأهل الحارة كلياتهم. إحنا أصحابين محلات بنعاني من مصاف لسيارتنا، يعني حتى لما بدهم يجي عندك ناس على المخبز ما بيعرفوا يصفوا، يعني يا بيضطروا يصفوا على الشارع الرئيسي يا احنا سياراتنا مصفوفة على الشارع الرئيسي. بتلاقي كل الشارع مسكرين بالسيارات، وغير الاوساخ اللي بدشروها وراهم. يعني لو بروحوا بتركوا بلموا اوساخهم، لا بروحوا بدشروا زبالتهم بروحوا خلاص. يعني اصلها كلها وسخ جاي من اسرائيل بدشروها وظلوا مرايحين. غير هيك يعني بيجوا الصبحات بدري قبل صلاه الصبح، ازعاج للمواطنين، صياحهم كفرهم، بخلوش حدا يرتاح. حتى يعني الاهالي كثير هون مزعجين، يعني مسكرين الدور، مسكرين كل مداخل الدور، مسكرين بصين قدامها، ما حدا راد يرضى حدا. طيب كيف حاولت تحلوا المشكله؟ توجهنا للبلديه وتوجهنا، عملنا عده كتب، لا طلعنا حتى لا رام الله وصلنا الكتب على الفاضي، ما فيش خبر رضنا حاليا. سوق السبت سوق البسطات الممتد من عند
فرن أبو عيسى وحتى المسجد القديم أو في هذا المحيط هو يعني مش شيء مشروع، وهو شيء مؤذي. وآخر فترة شهر رمضان المبارك كان في هناك أكوام من الكمامة وخلافه، لكن حتى الساعة لم تقم البلدية بتنظيم مثل هذا السوق، لأنه لا يعتد وليس هذا جزء من الأسواق المقرة والمعترف فيها، وإنما هو حل حاله بذاته وأوجد هذا المكان حتى يبيع ويشتري. وأنا أعتبي على المواطنين حقيقة اللي هم بيروحوا بيساوموا أو كذا وبيقعدوا يتبضعوا من مثل هذه المواقع التي تلحق الضرر بالساكنين وبالمواطنين، وبيتركوا آثار كبيرة على الأرض بعد ما هم يغادروا في ساعات المساء. على أي حال سوف تقوم البلدية، وأنا أطمئن كل الناس في هذا المجال، هناك في موقع بعيد عن وسط المدينة وبعيد عن المدينة، وهناك بإمكان أي إنسان أن يباشر البيع والشراء في قضايا الخردة وفي مثل هذه القضايا. بالتالي خلال فترة قريبة جدا جدا سوف يتم إزاحة بالتعاون مع الشرطة إن شاء الله بعد تنسيق الأمور، لكن ما تم التلميح له قبل العيد مباشرة، والآن إحنا يعني بالأسبوع الأول ما بعد عيد الفطر السعيد، وبالتالي لم تجري الترتيبات لإزاحة وإزالة مثل هذا السوق من موقعه، والذي لا يمكن السكوت عليه لما يترك من آثار سلبية سواء على المواطنين أو من أكوام الكمامة التي يعني المواطنين أنفسهم يعني وكل إنسان يشاهد مثل هذه الأكوام اللي تم تصويرها في الفترة الأسبوع الماضي وتم يعني ملاحقتها، لا يمكن السكوت عنها. وهذا الطريق هو مؤدي إلى المسجد القديم، وهو أولى المساجد التي أقيمت في هذه المدينة وفي قصبتها، وبالتالي هي تخدم أكبر الأحياء في مدينة طول كرم، وأيضا لا يمكن السكوت والركون والاستمرار بمثل هذا الحال بالمطلق.